علينا متابعة البحث عن ساجراريو. قد تكون المرأة المجرمة قتلتها. من فضلك جابرييليتو، أنت دائما تبالغ في تصوراتك. لن يحدث أي شيء لهذه الفتاة. تحاول الوريثة القازمة أن تلفت الأنظار فقط. اسبقاني أولا لو سمحتما، أريد أن أسأل السيدة عن أمر ما. كارليتو، خذ من فضلك هذين الصندوقين إلى المكتب وأنا سألحق بك إلى هنا. عذرا، أنا لن أواجه تلك المجرمة من دون سلاح. لن أفعل ذلك، أخشى أن تكون قد آذت ساجراريو. نعم إذا. ما بك أيها الضخم؟ هل ستؤنبني؟ أم ستطلب مني أن أبقى معك؟ كم أتمنى أن أرحل من هنا وأركض مسرعة، ولكن كيف سأتركه في هذا الوضع؟ لا أصدق أن هذا كان قبره. قررت قتلي ماركوس وكنت مليئا بالألم والغضب، الغضب نفسه الذي شعرت به. يا للسخرية، حتى إنني أعتني به الآن. أي قدر يجمعني بك ماركوس؟ أي قدر؟ لكن يجب أن أنسى، يجب أن أنسى الكثير، الكثير من الألم والكره. وأبتعد عنه، يجب علي أن أبتعد الآن عن ماركوس، لأنني نذرت وسأفي بنذري في أسرع وقت. لماذا لم تناديني لكي أساعدك؟ تعال تعال. إلهي، لست أدري، شعرت فجأة بأنني أختنق، شعرت بأنني وحدي. كان يجب ألا أفتح هذه الحفرة، أعماني الكره. الأفضل ألا نتكلم عن هذا الأمر. أتعلم؟ يراودني شعور بأنني كنت هنا قبلا. ألم يبدو لك أن تصرفات مارينا غريبة؟ أنا متأكد من أنها هي بالذات المرأة المجرمة. بصراحة نعم، أين بدلت ملابسها؟ ثم إنها كانت وبرفقتها كارلوس. هذا سهل، هناك الكثير من المخابئ هنا، لذا يمكنها أن تمسك بساجراريو وتخفيها وتعود. لديها متسع من الوقت. جابرييل، إذا تمكننا من إيجاد مخبأ هذه المرأة نحل هذا اللغز، ومن المؤكد أن هناك أدلة تكشف هويتها. لكن أتعلمين أن تلك المرأة يرتجف المسدس في يدها وهي لا تطلق النار بشكل جيد؟ ماذا تفعلان؟ يا إلهي، ما بك؟ أتيت أنت أيضا لإخافتنا؟ ماذا تفعلان هنا؟ حسناً، أنت تعرفين هذا المكان لأنك كنت هنا. أجل، منذ زمن كنت فتاة عمرها 13 عاماً ووصلت على جواد. أنا؟ لا، هذا مستحيل. بلى، وصلت إلى هنا يتملكك الخوف وكأنك تائهة، وأنا كنت فتى أكبر منك بعدة شهور وعرضت عليك المساعدة ولم أتمكن من نسيانك، نسيان وجهك وشعرك. حسنا، أنا الآن أتذكر أنني في إحدى المرات تهت على صهوة جوادي، لكن لم أعلم أني وصلت إلى هنا. تعلمين، كنت جميلة جدا. لا، في سن 13، لا، في سن المراهقة كنت أبدو
مثل الفزاعة، غضوبة ومتمردة، وكنت نحيفة وقبيحة. أما جميلة، بل كنت أشعر بأنني أقبح فتاة في الكون. هذا غير صحيح، لأنني عندما رأيتك كنت أجمل فتاة في الكون. نحن نبحث عن سجراريو لأن نحن نبحث عنها، هذا كل شيء. أظن أن سجراريو لا تعمل في هذا القسم، ولا أظنك كذلك جابرييل. وهنا ليس مكانا للاستقبال. أيمكن أن تخبرني ما بها سجراريو الآن؟ إنها لا تظهر في أي مكان، وخالها إرنستو طلب منا أن نساعده في البحث عنها. يمكنك أن تقول للجميع بأن لا يزعجوا أنفسهم بالبحث، لأنني تكلمت معها وهي بخير في غرفتها. متأكدة مما تقولين؟ أنت حر في أن تصدقني، لأنه بينما تضيع وقتك بحثا عنها هي سعيدة في غرفتها كما يجب أن تكون، كأي فتاة ثرية. إنها هي جابرييل، أقسم لك إنها هي. كنت حينها تنططين حصانا متعبا إلى أقصى حد من كثرة السير، وكنت تائهة تماما. نعم طبعا، وقتئذ أنت لم تقولي لي ذلك، واقتربت منك وكلمتك. أنا؟ هل تقوم بتأليف قصة؟ لأنني أرى أن هذه القصة غريبة. كنت أملك حصانا، لكن كيف عرفت بالموضوع؟ هل تخلط بيني وبين أخرى؟ مستحيل، لا لا، إنها أنت، متأكد من ذلك، متأكد. ألتا غراسيا ديل تورو، عندما رأيتك تصلين ذهبت أطلب منك عدم المرور. أتعلمين كيف أجبتني؟ كنت غاضبة وقلت إنك ستمرين لأنك تريدين ذلك. أجل أجل، هكذا كنت. ما لم تعرفه هو أنني كنت خائفة، لأن أبي كان قد أهداني الحصان، لكنه منعني من الركوب ذاك اليوم، وكانت نزهتي رائعة. وطبعا ته، إذن أنت كنت ذاك الفتى المتعال. كيف تمكنت من نسيان ذاك اليوم؟ لست صديقة للذكريات مارس، الحياة هي المستقبل، فلو أنني لم أفكر هكذا لما تمكنت من البقاء. حسنا، لطالما كنت قوية. ذاك اليوم هاجمتني بكل فظاظة، رغم أنك كنت خائفة وكان بإمكانك طلب المساعدة، لكن لا، لم تفعلي، كنت متعالية. ويعود إلى هذه الكلمة، ألم تلاحظ أنني في ذلك الوقت كنت أحاول التصرف كامرأة ناضجة وشجاعة؟ في الوقت الذي كنت فيه خائفة وكنت أتكلم مع غريب. أحقا؟ لكن ليس هذا ما رأيته. لقد رأيت يومها فتاة عدوانية. طبعا أجمل عدوانية رأيتها طوال حياتي، لأنك جميلة كما أنت الآن. إرنستو، أنا أعلم تماما أنك تبحث عن أي عذر لكي تبعدني وتقتل حبنا، ولكن أن تقول إنني المرأة المجرمة فليست أبدا الطريقة المثلى. لم أقل ذلك مارينا، بكل بساطة لست مطمئنا على ابنة أختي، لذا تكلمي بسرعة. ماذا تريدين أن تقولي لي؟ هيا. أقول إنه يؤلمني هذا الشك بي، لأني لم ألمس هذه الفتاة إرنستو، ولم أقتل سجراريو، رغم أنه لا تنقصني الشجاعة لأفعل، وقد سنحت لي عدة فرص، لكنني لم أحاول يوما لمس شعرة واحدة من شعرها. مارينا، أنا أتوسل إليك حبا باللحظات السعيدة بيننا، إكراما للطفل الذي تحملينه في داخلك. إذا كنت تعلمين شيئا عنها فتكلمي، لأني سأصاب بالجنون إذا أصيبت ابنة أختي بأي مكروه أو أذى. صدقني إرنستو، أرجوك صدقني، أنا لم أقم بما قد يؤذي تلك الطفلة. أيمكنني أن أعرف ما الذي يجري؟
جلوريا انتظري. جلوريا انتظري، لن تصلي الى هناك قبل اسبوعين. انتظري ارجوك عزيزتي انتظري. لا تلمسني. ارجو ان تهدئي قليلا، اهدئي. سلمون انزلني، انزلني سلمون، لا تكن فظا، انزلني. لن اسمح لك بالذهاب وحدك. ما بك جلوريا؟ يبدو انه علينا ضرب الرجال لكي يتمكنوا من فهمنا ويكفوا عن اذيتنا. إرنستو، ساجراريو في منزلها الآن. تكلمت معها بنفسي منذ بعض الوقت. أها، هل رأيت أنك أثرت ضجة من دون سبب إرنستو؟ لا تعذب نفسك أيها الضخم. لكن الشبان قالوا لي إنهم رأوا المرأة المجرمة وهي تهدد ساجراريو بمسدس وتخطيفها. هم قالوا لي ذلك الكلام. كفى كفى، أرجوك لا تشغل بالك بهذا الموضوع. ودعني أقول لك، إن أردت أن تبحث عن تلك المغفلة القزمة افعل فورا، لكن لا تفكر أن تعتمد علي ولا تزعجني. أنت فعلا تقللين من احترامي يا حلوة. ما ينقص بعد هو أن تصفعيني. آه سلمون، هذا لأنك قللت من احترامي عندما حاولت أن تقبلني. ها؟ لكنني لم أصبك بأي سوء، أما أنت فجرحت فمي ويؤلمني. لا تضحكي، هذا لا يبدو مضحكا. سلمون، أرى أن الرجال يشتكون أكثر من النساء وأكثر من ذلك. اسمع اسمع، سوف أتوجك الآن، سأتوجك ملكا للمشتكين في العالم. ما رأيك في هذا؟ تعال تعال، هيا أريني ما بك. جلوريا أنت تؤذيني. لا أقصد. ما بك إرنستو؟ قلت لك إن ساجراريو بخير وهي في المنزل الآن، وما زلت تكلمني عن المرأة المجرمة. حسنا، لكن ما بك الآن لورا؟ يا إلهي، لماذا تعاملينني بهذه الطريقة؟ يجب أن نتكلم عن الكثير من الأمور، لكن ليس الآن. يجب أن نتحدث مطولا عن صداقتك مع تلك البلهاء. ماذا تريد أن تقوله لي يا تورا؟ هل علمت لورا بعلاقتي مع مارينا؟ أذكر أنني لحقت بك دون أن تلاحظي، لأحميك من أي أذى قد يصيبك، حتى إنني قطفت المانجو لأعطيها لك. ليتك أخبرتني بذلك حينها، لأنني بصراحة كنت خائفة كثيرا، ولم أصدق كيف وصلت إلى منزلك، رغم أن أبي كفأني بالتأمين. عنيدة دائمة ومتمردة. احذر ماركوس، احذر. سأكمل. عرضت عليك مانجو أنت لم تقبلي، لكنك خطفتها فجأة من يدي، ولم أكن قد رأيت فتاة بجمالك، فبقيت أحدق إلى وجهك، وفجأة نزعت سوارا من معصمك وعرضته ثمنا للفاكهة. أجل، تذكرت الآن، قلت لك إنني سأدفع ثمن معروفك، لأن أبي كان يقول لي ألا أقبل هدايا من الرجال. هذا ما قلته لي بالضبط، وأعطيتني سوارك الذهبي وابتسامتك وذكراك إلى الأبد، ولم أتمكن من نسيانك أبدا. كما يفعل المراهقون، كيف تدور الحياة دورتها؟ لم أكن أذكر شيئا من ذلك، ولكن أنا كنت أحمل ذكراك الجميلة في قلبي لسنوات. أتعلمين؟ كنت في بعض اللحظات الصعبة التي عشتها أعود إلى هنا فقط لأتذكرك. أرجوك ماركوس. كانت تقتلني كل كلمة نطق بها فمك، كلماتك الصافية كلون بشرتك. ثم حدث ما تعرفينه، لكن حبي بقي دائما داخل قلبي. لم أتخيل شيئا من هذا. لقد كنت فتاة متمردة، عدوانية، ولكن جميلة. ذاك الوجه انطبع في حياتي إلى الأبد،
وقد لحقته طوال هذه الأعوام رغما عن إرادتي. شعرك الأسود الطويل وشفتاك الرائعتان، ربه لطالما كنت رائعة الجمال. في الحقيقة أنا لا أذكر شيئا من ذلك، وأفضل ألا نستمر في التكلم عن الأمر لأنه لم يعد ينفع. تعودك الحمى مجددا. شكرا ألتغراسي، تلك الحمى لن تعود، أصبحت الآن بأمان، فالصراع في داخلي انتهى وأقر بهزيمتي. لا تقل هذا، أنا أرجوك. أمضيت حياتي كلها أحارب مشاعري، أتدركين ذلك؟ منذ ذلك العصر عندما أكلنا معا المانجو، وحين أعطيتني ثمنا لها سوارك، أغرمت بك إلى الأبد. لولسي، هل أنت متأكدة من أن ساجراريو غير موجودة في المنزل؟ أنا متأكدة من ذلك سيد أرنستو، لا يوجد هنا إلا السيدة بيرينيسي التي تبحث كالمجنونة عن السيدة خواكا، وهي أيضا غير موجودة هنا. ماذا قلتي؟ خواكا ليست في المنزل؟ ليست هنا. ومارينا؟ ليست موجودة، وهذا جيد لكي لا تأتي وتتورط في مشاكل بسبب علاقتك بها. سامحني على ما قلته. اسمعي دولسي، إلزمي حدودك، مفهوم؟ أتصل لاحقا. هذا أمر غير معقول، لماذا عندما يحدث أمر خطير تختفي كل هذه النسوة دفعة واحدة هكذا؟ ساجراريو، أين أنت الآن يا فتاة؟ أنت ممرضة ممتازة وأكثر، أتمنى الأمر ذا يوميا لتعالجيني. لا تتجاوز حدودك سالومون، وإلا فسأعاقبك. وسأدخل إلى العناية الفائقة ليكون العلاج أقوى، شرط أن تكوني أنت الممرضة، ولن أمانع في أن أسلمك جسدي كله. اسمع سالومون، دعك من العبث ولا تكن وقحا، وانتبه لما تقول. جلوريا، ما الذي يجري؟ هل عودتك الرؤية؟ أجيبي، ما الذي يجري لك؟ ماذا تريد مني؟ جلوريا حبيبتي، لا أرى شيئا. سلمون، إنه يجلس على الكرسي الخلفي. جلوريا حبيبتي، اهدئي اهدئي أرجوك، أنت تثيرين قلقي عليك. أرجوك، لا داعي لهذه الدموع، فأنا موجود قربك. ترجمة
قال لك الكاهن شيئا؟ هل كلمك؟ مطلقا لم يقل شيئا، لكنني اظنها التجراسيا سالومون، لانني اظن ان ماركوس قد انتقم منها وقتلها. غلوريا انتظري، انتظري لحظة، اطلب منك ان تهدأي الان، سنصل قريبا فكوني مطمئنة. دكتور ديل تورو. لا بأس. أيها الدكتور البيطري، أرجو منك أن تبعد جثتك الثقيلة عن كرسي رئيسنا المحترم والموقر جدا. الوجع لا يسمح لي بالنهوض كورديليا. يمكنني مساعدتك على ذلك. ولما كل هذا اللطف كورديليا؟ أريد أن تخرج من هنا. لم أظن أن رؤيتي للعالم ستصبح هكذا. أراه أسود اللون، والحياة لا تستحق العناء. بقيت فقط لي ذكرى عطرة من تلك المرأة التي كانت تجلس معي هنا دوما، حيث كنا نخطط للمستقبل. يبدو لي أنك تتكلم عن والدتي التي تهينها وتنبذها عندما يحلو لك ذلك. ومن غيرها كورديليا؟ أحبها بقوة، أجل بقوة، حتى إن رئتي تتجعدان عندما أفكر في أنني خسرتها إلى الأبد. ساجراريو! 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 أين أنت؟ أجيبي من فضلك، أين أنت؟ ساجراريو! ساجراريو! أيها الفتى الأحمق الجبان، هل تظن ساجراريو ستسمعه؟ إن كنت خائفا فعلا فاشتري كلبا لكي يحميك. لكن يجب أن يكون أحد خائفا من مجموعتنا هذا، يجب أن نكون جميعا أقوياء، وذلك كي نحقق التوازن. ساجراريو! 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 أنت؟ وهل تعني أنك مغرم بماما؟ كما أنا مغرمة ببانشو؟ لما يصعب عليك أن تصدقيني كورديليا؟ معاملتك السيئة لها، تستعملها فقط لمآربك. أنت مخطئة، ولكني لن أنكر أنت محقة كورديليا. ربما أنا فظ. أتعلمين لما أعامل أمك بشكل سيء؟ لأني لا أستحقها، لا أستحق. لا تستحقها. أمك كانت تقول دائما: لودوبيكو لديك عيبان شديدا الوضوح، ما تقوله وما تفعله. هذا صحيح، أنا عيب جوال وقع في غرام أمك كورديليا. إنها نور عيني المضيء، أو الزجاجة التي تحتوي على إكسير سعادتي. كوردي، لست أدري كيف سأعيش من دون حبيبتي، والأسوأ من ذلك كله، الأسوأ أني طوال كل حياتي لم أقل لها يوما كلمة أحبك. لقد علمت للتو لودو، لقد قلت للتو. لكن هذا الباب مغلق بالقفل. ريني، اذهب واحضر لنا المفتاح. ريني، ما بك؟ طلبت اليك ان تحضر المفتاح.
ولكن ليس في قلبك شيء من الشفقة يا فتاة؟ لا يهم بيدوني، أنا ذاهب. توقف، أنت مجنون يا رجل. تتركني هنا وحدي مع فتاتين؟ فلنذهب جميعا لإحضار المفتاح ثم نعود. لن أذهب وحدي. غريب أمر هذا الباب، لأنه عندما أغلقوه علينا كسر السيد ونافنتورا قفله، ومنذ ذلك الحين بقي الباب مفتوحا. هذا يعني أن سجراريو موجودة هنا في الداخل. سجراريو! 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 لحظة أرجوكم يا شباب، تكلموا بصوت منخفض، أرجوكم بصوت منخفض كي لا تسمعكم المجرمة. سجراريو! 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 ابقي هنا وأنا سأبحث عن سيمون، لا داعي للتوتر. سجراريو! بيتو، هذا لن يأتي بأي نتيجة تذكر. لما تقولين هذا؟ قد تكون سجراريو في الداخل تتعرض للخطر ولا أحد يعلم ما بها. صحيح، وأظن أن المرأة المجرمة تنتظر الآن اللحظة المناسبة لكي يا رجل لا تعبث معك، وقفت من الجنون. أظن أن صراخنا هنا هو مجرد سخافة ليس إلا. من المؤكد أن سجراري ممددة الآن على سريرها تستمع إلى الموسيقى. لما تفعل كل هذا؟ لماذا تبكي؟ قتل أحد؟ يا إلهي، أهي عمتي ألتاغراسيا؟ أم هي سجراريو؟ تعرضت سجراريو للأذى؟ سجراريو! سجراريو! افتح الباب! سجراريو! 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 ماذا يحدث؟ ما الذي يحصل؟ ما الموضوع؟ ماذا تفعلون؟ لما تنادون سجراريو عاليا؟ أهلا سيدة تشيشيتا، ما جرى هو أن... اسمعي سيدة تشيشيتا، ما جرى هو أننا هنا لأن المرأة المجرمة خطفت سجراريو وسجنتها، ونحن نحاول أن نبحث عنها، نحاول إنقاذها قبل أن تقدم على قتلها. وما الذي يجعلكم تظنون أن سجراريو هنا؟ ها؟ هل يعقل أنكم تقومون بلعبة ما؟ هذه ليست وسيلة للعب أيها الشبان، فكروا جيدا في تحسين تصرفاتكم. ها؟ ماذا؟ أين كنت؟ أنا أبحث عنك منذ نصف ساعة. صحيح سيدة تشيتا، أين كنت؟ أين اختفيت يا ترى؟ ما بك جلوريا؟ إنها سجراريو سالومون، سجراريو تتعرض للخطر أنا متأكدة. لكن ماذا حدث؟ تكلم الكاهن، قال شيئا؟ ليس مباشرة، لكن عندما اختفت لك صورة سجراريو هذه على المقعد. هذه صورة سجراريو التي كانت في العلبة الخشبية يوم قراءة الوصية. أجل، عندما سألت الكاهن سيباستيان إن كانت سجراريو تتعرض للخطر، نظر إلي فقط وكان يبكي. أيمكنك فعلا أن تري أخي؟ عفوا سيباستيان، سيباستيان يكلمك، أترين الميت؟ أجل، ولكن أجل أخوك لا يكلمني، بل يترك لي إشارة ليقول أن شيئا مريعا يحدث. ألا تشمون رائحة؟ أظنها إنها رائحة البخور. نعم إنها رائحة بخور، وهو مثل البخور الذي تشعلينه في مكتبك. Thank you.
نحن الثلاثة يحب بعضنا بعضا، كنا أخوة مقربين، وعندما مات سيباستيان تألمنا كثيرا لموته، وخصوصا أخي ماركوس، ولهذا أصبح الآن وكأنه كالمجنون. ماركوس خطف ألفا غراسيا، أليس كذلك سيمون؟ أجل، لقد طلبت إليه أن ينسى ذلك الثأر وأن ينساها، وأنه بقتلها لن ينال أي شيء ولن يعيد سيباستيان إلى الحياة. أرجوكما افهماني، أخي المسكين كان دوما مهووسا بهذه الفكرة. سيمون، ربما ما زال الوقت أمامنا، قل من فضلك إلى أين نقل ماركوس ألفا غراسيا؟ حسب علمي كاليستو كان هنا، ويبدو أن ألفا غراسيا موجودة في منزل لا يمكن الوصول إليه. يبدو أن فيضان النهر هناك جعل الوصول إليه صعبا. إذن علينا أن نذهب إلى هناك قبل أن يحدث الشيء لعمتي. اهدئي. يا إلهي، يجب علينا أن نتصل بكاليستو. أجل، هيا بنا ميكايلا، هيا. إنها ميتة. من هو الذي فعل بك هذا؟ لماذا ساجراريو؟ كنت أعلم أن ساجراريو سوف تقتل، وأيضا سوف تقتل صديقتكم الصغيرة غلوريا، وكل ذلك فقط من أجل النقود. تحدق إلي بهذه الطريقة؟ لا تقل شيئا، لأنك قلت لي ما يكفي في الخارج. ولكن الأمر مهم لي، ولكن الحديث عن هذه الأمور مهم جدا. لن تتمكن من ذلك، لأنني قررت أن أرحل، وما أفعله هو أنني سأترك لك الطعام جاهزا. تريدين الرحيل؟ أجل طبعا، لا معنى لوجودي فقط توقف المطر. أجل مؤكد، لقد انخفض منسوب المستنقع كما أظن. ماركوس، سوف أذهب بحثا عن المساعدة، وسأترك لك طعاما جاهزا، لأنه من المهم أن تتغذى. والأمر الآخر المهم هو أن أنظف لك الجرح قبل رحيلي، لأنه في الحقيقة يجب أن تكون حذرا، لأنك عانيت من الحمى الشديدة من قبل، ولا أعرف كم من الوقت تحتاج لكي تشفى. إذن الآن سوف ننظف جرحك هذا، ستشعر بالألم، عليك التحمل. لم أعد أشعر بالألم يا ألفا غراسيا، لقد عشت سنوات طويلة في جحيمي الخاص، وكان ذلك مؤلما، والآن تداوين جراحي. ماركوس، لا أريد أن أسمع منك المزيد. ساعدني بينما أفك يديها، وسأقول لك متى تفلتها. حسنا كما تريد، لكن أسرع، لأنني لا أحب هذا النوع من العمل. أسرع أرجوك. اصمت ريني، اصمت. أرى أنه من الأفضل ألا نلمسها، بل ننتظر وصول الشرطة لكي ينزلوها. ساجراريو حبيبتي، لا تتحرك لكي لا تؤذي نفسك، ابقى هادئا، وأنا سأبحث عن أخيك ليأتي إليك. أنا أفضل أن تبقي أنت معي هنا، يجب أن نعالج كل شيء بيننا. كان أمامك 20 سنة لكي تسأل، لكن لم يسمح لك التكبر.
لقد أعماني الكره ألتاجراسيا، لكنني الآن أرى بوضوح، لهذا أريد أن أتكلم لكي تفهمي جيدا حقيقة الأمور. لكن ماركوس، تتكلم مجددا عن هذا؟ كلما سمعت كلماتك رغبت في الخروج مسرعة. أنا لا أهتم بأي كلمة مما تقوله، وإن كنت أساعدك فلأنني لا أريد أن تموت وأدخل إلى السجن. هذا كل الموضوع وانتهينا. ألتاجراسيا، توجد بيني وبينك روابط قوية، وأدرك أنها مؤلمة، ولكن بعد ما حدث بيننا ألا تلاحظين أنه قربنا مجددا؟ ماذا تقول؟ ولما ماركوس؟ لا أرجوك، لا تكمل، لأنني لا أريد أن أسمعك تقول أي كلمة، فلا يهمني أن أعرف إن كنت أول من تحب أو دخلت حياتك أو تصدقني، فبيني وبينك لا يمكن أن يوجد حتى الكلام أو النظر أو الابتسام. لا شيء، لا شيء إطلاقا. قمت بتدمير حياتي ولن تصلح ما أفسدته. أرجوك يا ألتاجراسيا، افهمي أن ذلك لصالحنا. أحتاج إلى أن أعرفك جيدا، ألا تظنين هذا؟ قلت هذا غير ممكن، ولا يوجد ما نتكلم عنه، وإنني أداوي جرحك ماركوس لأنني أريد ألا أتهم بارتكاب جريمة. هذا كل شيء، أنت لا تهمني ماركوس أبدا. أنا وأنت ندرك بوضوح أن ما تقولينه ليس حقيقيا. لا تدعي أن في قلبي مشاعر دمرتها أنت بنفسك. لا تؤلف كلاما عني مستحيل أن أقوله. على كل، لا أريد أن أناقشك. سوف أخرج من هنا. سجراريو حبيبتي، سجراريو، لماذا حبيبتي، لماذا أميرتي، لماذا أميرتي؟ يا إلهي، لقد قتلوك سجراريو. سامحيني حبيبتي، أرجوك سامحيني، سامحيني. كنت أبحث عنك وأردت أن أحميك حبيبتي كما وعدتك. يا إلهي لا. اهدأ إرنست، رؤيتك وأنت تبكي تحطم قلبي. لورا، 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 لقد قتلوا حبيبتي، قتلوا أميرتي لورا. أرجوك إرنست، أنت لست مذنبا حبيبي، إنه القدر، إنه قدرها. لقد كانت ابنتي لي حبيبتي. إرنست، 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 أنت على حق. أنا أيضا قلبي محطم، لأن هذه كانت ابنتها أخي أيضا. كن عاقلا، لا ذنب لك في ذلك إرنست. حبا بالله لا تلم نفسك. حبيبتي، لماذا ألبسك هكذا حبيبتي؟ لماذا، لماذا حبيبتي؟ أليست هذه السترة لألتاجراسيا؟ ألا لو أنها مشابهة لها تماما. كنت أعلم أن لألتاجراسيا علاقة مباشرة في ذلك كله. ما لا أعرفه هو كيف فعلت، لأنه حسب علمي لم يرها أحد منذ أن هربت من رجال الشرطة. اخرسي مارينا، فهذا ليس وقتا مناسبا لتوجيه التهم. ولما لا؟ لما لا لورا؟ متى سنبدأ في ذلك؟ الوقت مناسب لمواجهة الحقيقة. هناك مذنب ما، هناك قاتل أو قاتلة، لا نعرف من يكون، لكن يجب أن نعرف من هو كائنا من كان. أجل، يجب أن نعرف. ألتاجراسيا، كل ما أريد هو أن تسامحيني. على أي خطأ تريد أن أسامحك ماركوس؟ أظن أنه من الأفضل أن ننسى هذا الموضوع نهائيا، فالله وحده هو من يسامح. أطلب منه المغفرة. أرجوك كفى، لقد أخطأت بحقك ولا أنكر. أقسم أني تعذبت كثيرا، ولكن أنت أيضا احتملت الكثير من الويلات وتحملت ما فعلته ضدك. ماركوس، الأفضل أن تسكت، لأن هذه آخر مرة سوف تراني فيها. فبيني وبينك لا مكان للتسامح، ولن يقرب شيء بيننا. سأخرج من هذا الباب وأقبل سايمون ولاحقا. لا شيء، أفهم؟ لا شيء مشترك بيننا. أنا فقط أطلب منك العفو، والآن سألاحقك، لأنه من دون غفرانك لا يمكنني أن أعيش.
لا يمكنني. لقد مرت أعوام طويلة وخسرت حياتي كلها. لا تطلب مني ما لا أستطيع فعله. لا تفعل. قتلوا سجراريو. كوردي أرجوك اتصلي بسلومون، أرسلي إليه فاكسا، اتصلي بالخلوي، افعلي شيئا. هيا أرجوك. الخلوي خارج الخدمة في الوقت الحالي. مسكينة سجراريو، لقد كانت بلهاء ولكن كنت أحبها. ولداي أين هما؟ ولداي المسكينان. شيشيتا جنت وقد تقدم على قتل ولدي. لحظة واحدة سيد لودوبيكو، أتظن أن زوجتك قادرة على قتل سجراريو؟ سجراريو والناس كلهم، وإذا علمت أنني كدت أطلب يد ريكاردا فستقتلني أنا أيضا. ولكن ولدي مستحيل، لا يمكن، لأنها تحب ولديها، لا يعقل أن تقتلهما. غير معقول، مستحيل. مرحبا. بني. ما بك؟ ماذا جرى لك أبي؟ اهدأ. أمك أقدمت على قتل سجراريو.